عاجل مدرب مشهور ولاعب سابق، ايه هو سر سحر مؤمن زكريا؟ وايه حكاية الشيخ اللي تنبأ بمرض مؤمن زكريا من 3 سنوات؟ ومين هو صاحب السحر اللي اتعمل لمؤمن زكريا؟ مؤخرا المواقع والأخبار تناولت وتصدرت الترند أسباب مرض مؤمن زكريا. بدأت القصة بعثور ترابي على كيس أسود، كيس جواه عروسة ومجموعة من الصور والطلاسم، وكانت جواه الكيس صورة لمؤمن زكريا وزوجته، ومكتوب على الصورة مرض وكان معاه عروسة. قال الترابي ان والدته قالت له لازم تروح تعمل صبارة لجدك، وخد بالفعل الترابي 3 صبارات وراح علشان يزرعهم في المقبرة بتاعت جده جنبها. المقبرة دي في حوش مقابر أسرة مجدي عبد الغني، وهنا كانت علامات الاستفهام. تشاء الأقدار ان اللي كان موجود مع الترابي يدعى مصطفى كان صديق لعائلة زوجة مؤمن زكريا، فاتصلوا بزوجته وأبلغوها، وبالفعل توجه مؤمن زكريا إلى المقبرة يوم الأربعاء وكان معاه والده و2 شيوخ، وبالفعل لقوا فعلا ان في سحر معمول لمؤمن زكريا بالمرض اللي اصابه منذ سنوات. مؤمن زكريا هو كان لاعب في الزمالك وبعد كده اتجه للعب في النادي الاهلي، ومنذ سنوات توقف هذا اللاعب عن العمل نتيجة اصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري. هو مرض نادر يصيب 1 من 2 مليون شخص. المرض ده بيؤدي لضمور العضلات والحواس بما فيهم حاسة النطق. طيب ايه بقى قصة الشيخ؟ من حوالي 3 سنوات انتشر بوست كده على الفيسبوك للشيخ محمد قطامش المعالج الروحاني عضو الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، عبر موقعه بالفيسبوك تنبأ فيه بإصابة مؤمن زكريا بمرض. البوست كان بيقول رجاء النشر لتصل إلى من يهم الأمر. البوست كما ظاهر عندكم على الشاشة، كل من يعرفني يعلم أني غير مهتم بلعبة كرة القدم خاصة المحلية، وإن كنت أحب ممارسة الرياضة بشكل عام. إلى أن إصابة اللاعب مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري بمرض التصلب الجانبي الضموري عام 2020 جعلني أبحث في تاريخ اللاعب وعلاقته مع زملائه والفرق التي لعب بها، ومن خلال مجال تخصصي منذ زمن بالرقية الشرعية ومن الكتاب والسنة وجدت إصابات بمثل هذا المرض كان بعضها فيسيولوجي لا كلام فيه إلا للطبيب المختص، وبعضها نتج عن شر بشري وحسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الحالة كان عليها خادم سحر ونطق باسم الساحر ومن سعى إليه ثم ولما سعى إليه، وكان الشفاء من الله. ومن آخر الحالات التي تبدت جعلتني أسأل عن حالة اللاعب مؤمن زكريا والذي لا أعرفه شخصيا، وأسأل الله له الشفاء العاجل، ليس للعودة للملاعب وفقط ولكن لإدخال السرور على أهله ومحبي. علمت يقينا والله حسبي على ما أقول أن اللاعب مؤمن زكريا أعد له سحر تسبب بهذا المرض من قبل شخصية رياضية مشهورة، والسحر معقود على ملابس له وطعام أكله. وأعرف ومن آخر الحالات التي تبدت جعلتني أسأل عن حالة اللاعب مؤمن زكريا والذي لا أعرفه شخصيا، وأسأل الله له الشفاء العاجل، ليس للعودة للملاعب ولكن لإدخال السرور على أهلي ومحبيه. علمت يقينا والله حسبي على ما أقول أن اللاعب مؤمن زكريا أعد له سحر تسبب بهذا المرض
من قبل شخصية رياضية مشهورة، والسحر معقود على ملابس له وطعام أكله، وأعرف من أخذ الملابس وأطعمه السحر، وهو الوسيط بين الساحرة والشخصية المشهورة، وأعرف الساحرة ومكانها، بل وأعرف المبلغ الذي حصل عليه الوسيط على 3 دفعات، وما زال يبتز الشخصية المشهورة بأموال أخرى. علاج اللاعب بالرقية الشرعية فقط، وهذه وصيته له أن يتعرض لرقية شرعية من راق محترف ما دام سلك طريق الطب، فلن يديره أن يرقى يضر، يعني أنه ما يضروش أنه هو يرقى شرعيا. ولله الأمر من قبله ومن بعده، هو حسبنا ونعم الوكيل. وهنا الشيخ كمان قال أن أنا بقول عشان ما تقولوش أن أنا بطلع ترند، أو أن أنا عايز أبتز اللعب، أو أن أنا أعالجه، فأن هو يتجه لأي شيخ تاني يشتغل عليه بالرؤية الشرعية، وعلاجه هياخد 10 جلسات رؤية شرعية. وده كان البوست اللي نزله الشيخ محمد قطامش من 3 سنوات. وطبعا كل الناس اتهموه ان هو عايز يطلع ترند، وعايز ان هو يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. اللي حصل بالفعل ان هما وجهوا التهمة لمجدي عبد الغني، بس كان رده كالتالي. مجدي عبد الغني رد على الاتهام بتاعه، مجدي عبد الغني تصريحات للقاهرة 24، وقال: كل الكلام عن الأعمال والتلاصم هكس من ناس يبحثون عن الترند. هذا الحوش اشتراه جدي، ولم أذهب إليه منذ وفاة والدي 1984. لدي حوش جديد في مقابر أكتوبر، وفيه دفنت والدتي. لا أعلم شيئا عن عما يقال، ولا علاقة لي بالأعمال والدجل، وسأقاضي من تحدث عن هذا الأمر الذي لا علاقة لي به. وطبعا اتهم الترابي إن هو عايز يتصدر الترند. هو فعلا المقبرة دي ملك لأسرة المدرب مجدي عبد الغني، وده يتوافق مع البوست اللي نزله الشيخ محمد قطامش من 3 سنوات على موقعه على الفيسبوك. فعلا اكتشف اللاعب مؤمن محمد زكريا ان هو معمول له سحر مدفون في المقابر بتاع أسرة مجدي عبد الغني، وجاري فك السحر. طبعا احنا لا نملك ان ندين احد بهذا العمل الفج، هذا العمل المشين. طبعا حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيحاول يأذي حد بالسحر او بالاعمال. وطبعا ما نقدرش نجهل ان السحر مذكور في ايات في القرآن الكريم. من يدان بهذا السحر المعمول بالمرض النادر لمؤمن زكريا، نتمنى له الشفاء العاجل، واستنونا في أخبار عاجلة قادمة بإذن الله.